عشرة أيام على توقيع اتفاق الرياض وثلاثة أيام مضت على الموعد المحدد لعودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة والجديد أن شيء طرأ فيما يخص البند الأول المنقضية مدته وعند البحث عن الأسباب تحتشد الكثير من المعلومات والتسريبات مصادر مطلعة رجحت عودة رئيس الوزراء وفريقه خلال اليومين القادمين مرجعة التأخير إلى إجراء بعض الترتيبات اللوجستية والأمنية. مسؤول يمني قال إن العودة ستكون يوم غد وأن الأمر قد نوقش مع الجانب السعودي والمناقشة هنا تعني أخذ الموافقة بعد أن أصبحت المملكة هي المتحكم الرئيس بإدارة الملف اليمني. وكان اللواء محمد سالم بن عبود وكيل وزارة الداخلية تحدث عن ترتيبات جارية مع الجانب السعودي لوضع خطه امنيه تسبق وصول الحكومه الشرعيه الى عدن كما وجه الرئيس عبد رب منصور هادي اجهزه الدوله ومؤسساتها كافه للعمل بشكل فوري على تطبيق اتفاق الرياض منعطف جديد في الازمه اليمنيه وجولات من الصراع والتراشق بين الاطراف مجتمعه وهو ما يعني ان البوصله تتغير شمالا وجنوبا في قضايا مجتزاه من شانها قياده البلاد نحو مزيد من التشظي والتمزيق برعايه سعوديه اماراتيه